سنان، وجدت لك كتابا رائعا. أسطورة الغابة؟ ما هذا الكتاب؟ هذا هو الكتاب الذي اعتدت أن أقرأه حينما كنت طفلا. في طفولتك يا أبي؟ نعم، حينما كنت في عمرك تماما كنت أستمتع كثيرا في قراءة القصص المضحكة والقصص المخيفة والمحزنة إلى آخره، وقد استفدت كثيرا من قراءة هذه القصص. وعندما تبدأ في قراءة هذا الكتاب فإنك سوف تجده ممتعا. هل هو كتاب ممتع؟ سأقرأه حينما أنام. هاي بنان، ماذا تريد؟ لم أصطاد حتى الآن سمكة واحدة. دعنا نحاول الصيد في سنارتك. كيف يمكنك أن تصيد يا زعبور وأنت لست خبيرا في الصيد أبدا؟ إنه على حق يا زعبور. اسكتا اسكتا. أمسكت بواحدة، يبدو أنها كبيرة. انظروا، هذه قنينة كبيرة. إنني لم أرى قنينة كبيرة كهذه أبدا. لنسحبها بقوة. لا فارغة. يا للحظ العاثر. ما هذا؟ إنها بذرة باقلاء. بذرة صغيرة في قنينة كبيرة، ماذا يعني هذا؟ دعني أرى. إنها مجرد بذرة باقلاء لا تعني شيء، ليس أكثر من ذلك. والآن سأحاول مرة أخرى. إنها بذرة باقلاء سحرية. يا أسرعوا أسرعوا يا عزلوني. عزلون سنان سنان بنان. لا لا، هل تعرفين أين يكون سنان الآن؟ لقد ذهب مع والده للتزلج على الجليد. ما الذي حدث؟ ألا تعرفين ما الذي حدث؟ لقد نام أساق الباقلاء فوق مكان رائع. ماذا؟ تعالي معي وانظري بنفسك. تعالي تعالي، ها هي يا لالا. إنها كبيرة جدا. يا إلهي، متى تتوقف عن النمو؟ ربما ستكبر وتكبر حتى تصل إلى القمر. نعرف ما الذي يجب علينا عمله. ما هو؟ نتسلق سيقان بذرة الباقلاء. بإمكاننا أن نتسلق هذا الساق حتى نصل إلى الغيوم. هذا كلام المضحك. دعونا نفعل ما يقوله زعبور. ألا تخاف من الصعود؟ كلا كلا أبدا. هيا بنا. حسن. سأذهب معهم يا هذا خطر عليك يا بنان. أنا لا أخاف. بذرة البقلاء؟ نعم يا سنان، هناك. يا إلهي، دعونا نأخذ قسطا من الراحة. انظروا، ها قد جاء سنان ولالة. هل بنان وزعبور والآخرون هناك أيضا؟ نعم، إني لا أجب إذا كانوا في حالة جيدة. سأذهب لأرى أنا أيضا. سنان لا تفعل ذلك أرجوك. لماذا لا تأتين معنا أنت أيضا يا لالا؟ لا، إني أخاف أخاف.
إذن انتظري هنا. كن حذرا يا سنان. أتنان. يا أولاد لقد تعبت. يا قربون. شكرا لله. هيا بنا. يا إلهي ماذا سأفعل الآن؟ بأي طريق يجب أن نذهب؟ لا أدري. يوجد أكثر من طريق. ها؟ حسن اترك الأمر لي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا هو الطريق. رائع يا شاشو. هيا بنا. هيا تشجع يا فرفور. هيا نتسلق معهم. ها سنان والآخرون تسلقوا هذا الساق؟ نعم يا ميمي. لا أدري فيما إذا كانوا بخير جميعهم. اصبروا سنصل. هيا فرفور انظر. إني لا أعجب. أي الطرق سلك زعبور والآخرون؟ في أي طريق نذهب يا فرفور؟ سأترك ذلك الأمر لك. لنذهب من هذا الطريق. يبدو أننا قد وصلنا إلى الغيوم يا سيد زعبور. شرشور أنت الذي ستصعد أولا. في أي طريق نذهب الآن؟ ما هذا؟ شيء غريب أن يكون هناك صخور جبلية فوق الغيوم. هيا. إني جائع جدا حتى أنني لا أستطيع الحراك. تعالوا هنا أسرعوا. هناك كهف. دعونا ندخل فيه. سأدخل بعدك يا زعبور. حسنا. شممت رائحة ذكية. هناك طعام. شرشور لا تأكل طعام غيرك. ماذا تفعل؟ لا أبالي بهم. لا أعتمد الصبر أكثر من ذلك. وأنا أيضا. انظر. يا إلهي لقد سلكنا طريقا خطأ. لا أستطيع الحراك. شرشور أعطني قطعة صغيرة مما لديك. حسنا. شرشور قلت أعطني قطعة مما لديك. لقد امتلأتني وصرت بحاجة للنوم. شرشور انظر حولك وافتح عينيك جيدا. ما الذي يجري هناك يا سيد زعبور؟ شيء غريب فعلا. لا يبدو أن هناك فتحة في السقف يا سيد زعبور. ألم تلاحظ شيئا غريبا أبدا؟ انظر إلى هذا. إنه يشبه السكين. ماذا سنفعل؟ هات يا شرشور. يا ميت. اتركني ارجوك.
سنان. ما الذي حدث لك؟ أنا سأبقى هنا. تبقى هنا؟ لا أستطيع الحراك. إذا لم تذهب معي فسأذهب أنا لوحدي. كيف تجرأتم على أن تأكلوا طعامي؟ إني آسف بشدة، أرجوك أن تسامحني. كلا لا أريد، سأأكلكم جميعا. أرجوك سامحني يا سيدي. زعبور، ماذا؟ انظر إلى القنينة هذه. لقد رأيت هذه القنينة من قبل. هل تذكر حبة الباقلاء؟ فهمت الآن. أنا وضعت حبة الباقلاء داخل القنينة. أنت فعلت ذلك؟ نعم، لقد كنت واثقا من أن بعض الأطفال الشريرين سيتسلقون شجرة. والآن سأجهز نفسي لأكلكم. أرجوك يا سيدي. كنت يا شرشور لا فائدة. أرجوك يا أمي ساعديني. هيا اختاروا واحدا منكم ليكون وجبتي الأولى. هيا. سأكلك أنت أولا. نعم نعم. كلا أرجوك لا تأكلني، إنني ضعيف ولا نفع مني، أرجوك. إنك فعلا ضعيف. أرجوك أنا لست سمينا، إني مجرد جلد وعظم. حسن. شكرا. أين ذهب بنان والآخرون؟ ما هذا يا ترى؟ حسن أنت سمين. ما وزعتيني. اسكت كن هادئا. بالله أرجوك. بنان هذا الصوت يشبه صوت سنان. أين أنت يا بنان؟ نعم إنه سنان، ربما يكون أسما. ماذا سنفعل؟ نستطيع المرور من هنا. ذهب. سآخذ منه القليل القليل القليل. نستطيع أن نأخذ ما نشاء. اقطع لي حبلي رجاء. انتظر لحظة يا بنا. ما أجمل هذا. دعه الآن. إنها تعزف لوحدها يا زعبور. لقد وجدنا. بسرعة. يا سنان. أين بنان؟ لا أعرف شيئا عن يا سنان. كنت مشغولا جدا. نعم ولكن أين هو بنان؟ ربما أمسك به المارد.
سينان لنهرب الآن بسرعة. ونثق بنا؟ اتركه وشأنه. كلا سأذهب لإنقاذه. لا تستطيع وحدك. تعالوا معي إذا. كلا وأنا لا أستطيع. بما أنكم في مأمن من المارد لا يهمكم ما سيحدث لبنان. لا يمكننا مساعدتك، إذا أمسك بنا المارد فسيأكلنا. صحيح يا بنا يا زعبور. يا لكم من جبناء. ها بنا دخل الإناء. ستكون طعام المفضل. لن أكون طعامك المفضل أبدا. ليس لديك خيار. بنان سأخلص. فإذا من ذلك انتظر اللحظة يا بنان. هيا تعال. لن تهرب مني. ماذا هذه؟ هذا لا يفيدك. بنان بسرعة هيا. أين سنان وبنان؟ أهرب بسرعة. ما الذي حدث؟ ستفهم بعد حين. لماذا؟ زعبون أخبرني نفس الشيء. ما الذي حدث لكم؟ هناك مارد ضخم فوق الغيوم حاول أن يأكلنا. انظر هناك. بنان سيمسك بنا. افعل شيئا. حسنا بنان فرفور اذهبا بسرعة. بنان أين سنان؟ فوق الشجرة. هل وجدت متعة في القراءة؟ نعم يا والدي كثيرا جدا. من الآن فصاعدا ستجد متعة أكثر يا سنان.